أعلى الصوت للموظفين الفلسطينيين في ظل استمرار أزمة الرواتب التي ألقت بظلالها على المواطنين في الضفة الغربية وصعوبة الحالة الاقتصادية، كما هو الحال في قطاع غزة. هناك أيضا أزمة اقتصادية متفاقمة في الضفة الغربية مع يعني انقطاع أزمة الرواتب أو الرواتب الجزئية بالنسبة للموظفين، أزمة مالية تعاني منها الحكومة وتلقي بظلالها على الموظفين الذين باتوا يعني بصعوبة يدبرون احتياجاتهم الأساسية، احتياجات عائلاتهم. ونحن نتحدث عن أزمات متلاحقة مالية أضرت بقطاع الموظفين العموميين. هذا ما دعاهم إلى التحرك وإعلاء الصوت لضرورة التزام الحكومة بكل الاتفاقات السابقة وضرورة تأمين لقمة العيش لهؤلاء عبر الدعوة إلى اعتصام مركزي سيكون خلال الأسبوع القادم، وذلك ينطلق يوم الأحد المقبل، استمرار هذه الاعتصامات حتى يوم الاثنين بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء من أجل المطالبة بال يعني الحقوق الشرعية والقانونية بالنسبة للموظفين العموميين. يسعدنا لنتحدث أكثر حول هذا الموضوع أن ينضم إلينا عبر الهاتف السيد سعيد المصري، عضو اللجنة التأسيسية لنقابة الموظفين العموميين. أستاذ سعيد، أهلا بك معنا. يا هلا فيك، الله يسعدك. نعم، صباحكم جميعا. صباح الخيرات أستاذ سعيد. نتحدث عن أزمات متتالية يعني ألمت بالحكومة الفلسطينية على مدار سنوات، واليوم نتحدث عن أزمة مالية حقيقية يدفع ثمنها الموظف الغلبان ما بين قوسين، اللي لا يعني يسد ما يمكن دفعه من هذه الرواتب، رمقه هو وأسرته في ظل أيضا حرب غلاء المعيشة اللي بيعاني منها المواطن في فلسطين. بداية نترحم على أرواح شهدائنا، وهم الأطهر منا جميعا في غزة، في الضفة، في كل مكان، الشفاء لجرحانا. بداية الوضع المأساوي اللي بيعيشه، والتحية لجيشنا الجرار، موظفينا البواسل اللي بيعانوا وعانوا من سنتين ونصف وأكثر على هذا الوضع اللي الصعب اللي بتمر على الحكومة وعلى الموظفين. وإحنا كبش الفدا دايما في كل المعاناة اللي بتصير. الوضع مأساوي جدا بكل معنى الكلمة. يعني في بدي أحكي لك، يعني موظفين بعرفهم والله والله أنا معهم، يعني شحدنا بصراحة كثير، يعني ارتفاعات الأسعار اللي موجودة في البلد، كل الهاد، وبالآخر بتيجي أنت تأخذ 60%، أنا نزل لي 640 شيكل. طب شو أعمل فيهم؟ أنا عندي طلاب جامعة وعندي بيت وعندي أولاد وعندي، طب كيف أتعامل معهم؟ عندك شركات الاتصالات، عندك البنوك اللي هي يعني مش رحميتها، والحكومة يعني وسلطة النقد، كل هذا يعني متفق علينا. طب وين نوصل؟ وين نروح؟ وعن مين لمين نلجأ؟ طيب أستاذ سعيد، من بداية حديثك يعني تحدثت أنه هي أزمة على الجميع، ولكن كل الأزمات يدفع ثمنها المواطن أو الموظف العمومي في ظل هذه الأزمات المتلاحقة التي تعاني منها الحكومة. وكان هناك من المفترض أن يكون لدى الحكومة رؤية وتصور وخطط وتدخل في ظل يعني الحديث عن أموال مقاصة، الحديث أن هناك رزمة من أيضا المستحقات المالية بالنسبة للموظفين اللي ما زالت أيضا لم يتم صرفها إلى حين ما
قالت عن الحكومة تسمح الإمكانيات المادية. اليوم ما دفعكم فعليا لأنه تخرجوا إلى الشارع وترفعوا الصوت هي كما أشرت إلى الحاجة الملحة بسياسة تدفيع ثمن اللي عم بيدفعها المواطن نتيجة كل هذه التراكمات ممكن وضعف الخطط الاستراتيجية طويلة الأمد بتدخلات الحكومة في ظل ظروف دائما ممتدة في فلسطين؟ نعم صحيح، يعني كل الأزمات اللي بتمر واللي أجت على الحكومة فعلا إحنا اللي عم نتحملها تحملنا. ويعني من البداية رئيس الوزراء طلع وحكى كلمة ويعني ما انعادتش، كل مرة يعني ما بنسمع إلا أنه نحيي جيش الموظفين الصابر الصامد. طيب يعني وبالآخر يعني تحملنا كثير، ومن لما اجت الحكومه لغايه اليوم لهم سنين وهم يعني ما خدناش راتب كامل لغايه الان يجوز 3-4 مرات من لما اجت الحكومه اللي موجوده حاليا. الازمه طيب بس علينا، طيب الاموال اللي بتدخل على الحكومه وين بتروح؟ يعني في عندك وزارات يعني الدخل موجود، طيب بالموظفين يعني هو أهم قطاع موجود حاليا وهو اللي بيجيب الدخل وهو اللي بيجيب طب ليش ما مش ناظرين إنا؟ طب مش طالعين بكلمة إنه يوضحونا شو اللي موجود على الأرض؟ وهذا هو المهم، يعني هو من الناحية القانونية والمنطقية إنه الموازنة العامة لأي حكومة إنه يتم طرحها على الشارع يعني بكل مكوناته على كل الأطراف من أجل إنه يكون هناك رؤية جمعية حول واقع الحال بالنسبة لأي حكومة. ولكن نتحدث دائما عن حاجات كانت ملحة على مدار السنوات الماضية، سواء كان لسياسة التقشف في مصروفات الحكومة اللي بطبيعة الحال قد تؤمن ممكن بعض احتياجات الموظفين فيما يتعلق استدامة وديمومة الرواتب بالنسبة للموظفين، ونحن نتحدث عن أنه الموظف هو ملزم فقط بوظيفته ويبقى على رأس وظيفته دون سماح له بأي وظيفة أخرى أو عمل آخر. صحيح، هذا اللي موجود على أرض الواقع. يعني بدي أحكي لك يعني من 2014 الموظف خسر 80% من قيمة راتبه، يعني مع الغلاء مع الارتفاعات اللي موجودة مع طيب في عندنا صرف غلاء علاوة غلاء المعيشة هاي من 2014 ما فيش مش موجودة، ارتفاعات الغلاء كل شيء ارتفع إلا راتب الموظف مثل ما هو وما زال يتم خصم منه وهي يعني بحكي لك انه اموال المقاطع. طب انا شو ذنبي؟ انا عندي عيله، انا عندي طب راعيني، يعني انت عندك شركات الاتصالات ما طلعتوش مثلا بكلمه انه تحكوا لشركات الاتصالات مثلا تاخذ 60% زي ما انت صارف لي 60%. كل شيء عندنا عم بتراجع لورا. الحكومة مش عم يعني بتمنى انه من رئيس الوزراء يطلع يحكي لنا كلمة حق، يقول انه مثلا الموضوع الوضع اللي موجود على الارض يعني صعب على الجميع. طيب وضعنا احنا وين وصلنا؟ وين بدنا نوصل؟ وين بدنا نروح؟ وين بدكم تاخذونا؟ مش قادرين يعني بيقدروا يقدموا استقالتهم، يعني احنا هذا اللي بنطالب فيه حاليا بصراحه. طب هون استاذ سعيد النقطه، يعني ممكن البعض يعني ينتقد انه هذه التحركات في ظل حرب الاباده في قطاع غزه، حاله اقتصاديه وانسانيه صعبه في قطاع غزه، ولكن هناك حرب نفسيه يوميه كما اشرت وانت رب لاسره وعائله وذكرت الكثير من الحالات اللي هم فعليا عم يجاهدوا مرارا وتكرارا لتامين لقمه عيش وحياه كريمه بالنسبه لهم ولأبنائهم مع الارتفاع المتزايد في الأسعار، وبدون هناك ما بين قوسين الكثير من القيود والرقابة على شوي أنه يحدث حالة من التوازن ما بين ما يتلقاه الموظف العمومي أو المواطن في الضفة وما بين فعليا هذه الارتفاعات. اليوم شو هدفكم من هذه الاعتصامات وما الرسائل التي تحملوها في الاعتصام الذي سيكون الأحد المقبل ويمتد حتى يوم الاثنين أمام يعني مجلس الوزراء؟ يوم الاحد ان شاء الله بدنا نطلع، وهدفنا انه رواتبنا وحقوقنا ومتابعه امور الموظفين بشكل كامل.
راتب الموظف كامل، الخصميات والتحقيقات اللي إن على الحكومة بنطالب فيها بشكل كامل، مشان أنا أسد ديني، مشان أنا أقدر أطلع على الشارع. والله إنه الواحد صار يستحي أمر من باب الدكان. قانون الخدمة المدنية المجحف بحق الموظفين نطالب بنشره على الملأ مشان نعرف شو أنتوا ما لكم وما عليكم. يعني قانون الخدمة المدنية من فترات وهم بيحكوا لنا انه قانون الخدمة المدنية موجود للمصادقة عليه. طب ما احنا بنعرف شو في قانون الخدمة المدنية، يعني بدنا شغلات كلياتها تكون على يعني بشكل كامل قدام الموظف. في عنا الموظفين اللي بعقود، هذول شو وضعهم؟ يعني حتى يعني بيحكوا باخر 60% مش راح يصرفوا لهم راتب، طب ليش؟ يعني هذول ليش ما يتثبتوا؟ انتوا وعدتوا خلال سنتين ولهم اكثر من 7 سنين وثمان سنين موظفي العقود ولم يتم تثبيتهم. طلبنا بشغلات الشركات الخدمات الاساسيه، المياه، الكهرباء، الغاز، الاتصالات، كل هذا لازم يعني بكره بدنا يوم الاحد يعني نحطه في عين الحكومه انه هاي وضعنا، هاي ظروفنا. انا بصراحه بدي احكي لك اياها كموظف، انا عندي اولاد اثنين عندهم سكري، اقسم بالله بروح على الصحه ما فيش انسولين. طيب انا ابني طفل بده انسولين، طب منين اروح اجيب له؟ ما فيش معي راتب، ما معي مصاري اني اشتري له ابره انسولين، طب وين اروح؟ كل هاي أنا بدي أحطها قدام رئيس الوزراء، قدام الحكومة، قدام السلطة بشكل كامل. طب هذا صوت من آلاف الأصوات أستاذ سعيد اللي بيتحدث عن تفاصيل يومية هي فعليا موجعه بالنسبه للمواطن، بالنسبه لرب اسره، بالنسبه لحدا عنده كمان مرضى وخصوصيه هذا الموضوع. هذا التحرك لم يأتي من فراغ أكيد سيد سعيد، ونحن نتحدث عن أزمة رواتب، أزمة شيكات، أزمة متتالية لهذه الحكومة، نتحدث عن تنصل الحكومة كما أشرت للكثير من الاتفاقات السابقة معكم كنقابة للموظفين العموميين. بوجهة نظرك وتقييماتكم كنقابة، كيف ستتعاطى الحكومة مع مطالبكم ومع إعلاء الصوت والحراك الذي سيكون يوم الأحد ويمتد حتى نهار الاثنين؟ الحكومة يعني من البداية حاولت تجاهلنا بأكثر من مرة، وحاولنا نتواصل معهم بأكثر من طريقة، ولكن تم تجاهلنا بكل مرة. نحاول ندخل معهم من أي باب، يسكروا كل الأبواب بوجوهنا. إحنا يعني الحكومة مش راح تجاوب وراح يحكوا لنا المقاصة وما فيش أموال وما فيش. طيب أنا يعني أنت هاي وضعك وأنا هاي وضعي، وانا اللي انا احنا كلياتنا ابناء السلطه وابناء هاي الحقول الدوله وابناء هذا الوطن. احنا مش ضد فلان وعلندان، احنا كلياتنا ايد واحده وشاعرين بالوضع اللي بتعيشه السلطه والوضع اللي بتعيشه البلد. ولكن ليس على حساب المواطن، ليس على حساب مش الموظف، على حسابي انا كموظف ولا على حساب المواطن. نفس الشيء بالضبط، يعني انا اعطيني حقي مشان انا انت طلعوا قانون الطوارئ، نظام الطوارئ، ما فيش اسبوعين رد لغاه. يعني طيب انا كيف بدي انزل على دوامي؟ يعني كل هاي الامور نتمنى من الحكومة، من السلطة، من القائمين عليها، من رئيس الوزراء إنه ينظر إلينا بعين الأب إذا يعني شايفيننا وشاعرين فينا. بدنا ننزل على الأرض، ما يعني ما ضلش مجال إنه غير إنه ننزل على الأرض ونورجيهم صوتنا ونسمع صوتنا وبأعلى صوت. يعني طيب أستاذ سعيد، نحن رأينا يعني الكثير من الحراكات والتحركات التي كانت في الميدان تعاطت مع الحكومة، والبعض الآخر لم تتعاطى مع الحكومة، في حال أنه لم يتم التوصل فعليا إلى ما بين قوسين، إلى نقطة يتفق عليها الحكومة ونقابة الموظفين العموميين، ما هي الخطوات التالية التي قد تقومون فيها في نقابة الموظفين العموميين؟ سنستمر بالاعتصامات حتى أخذ كافة مطالبنا،
وإذا استمرت الحكومة بتجاهلنا وعدم رؤيتنا وعدم النظر إلينا سنقوم بإجراءات أخرى قد تصل إلى الإضراب الشامل. شكرا لك سيد سعيد المصري، صوت أحد الموظفين والمواطنين الذي يعاني نتيجة فعليا يعني اقتطاع جزء من راتبه، بالإضافة عدم تسلمه لراتبه بشكل كامل في ظل استمرار أزمة المالية التي تتحدث عنها السلطة الفلسطينية. إعلاء الصوت كما قال سيد سعيد سيكون يوم الأحد. دعوتك سيد سعيد الموظفين الحكوميين. أتمنى منكم جميعا إخواني، أنتم جيشنا الجرار، أنتم الصامدين الصابرين، أتمنى منكم يوم الأحد أن تكونوا عن بكرة أبيكم في مدينة رام الله على مجلس الوزراء لنسمع صوتنا، لنظهر الحقيقة اللي عايشينها، نسمع الجميع، نسمع السيد الرئيس بوضعنا بحالنا بكل ما نعانيه، ونسأل الله أنه ننجح ونوصل صوتنا وناخذ حقنا مثل ما بدنا إن شاء الله. شكرا أستاذ سعيد، وهو يتحدث عن مرارة أو جزئية من المرارة اليومية اللي عم يعانيها الموظف نتيجة أزمة الرواتب والاحتياجات اليومية اللي للأسف يقف الكثيرين أمامها عاجزين لتلبية حياة كريمة وعيش كريم لهم ولأسرهم. سيد سعيد المصري، عضو اللجنة التأسيسية لنقابة الموظفين العموميين، شكرا وصباح الخير.